أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صدقه للوعد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد، يفي بوعده وإن شق ذلك عليه. روى أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكان. يعني هو اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وبقي للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه جزءا من الثمن وبقيت بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكان فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو صلى الله عليه وسلم في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. يعني يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاود الرجوع إلى هذا المكان على ثلاثة أيام متتابعات ينتظر هذا الرجل. تحفظون أيها الإخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلاف، وإذا اؤتمن خان. في رواية: إذا عاهد غدر. في رواية: إذا خاصم فجر. فصارت خمسة. في حديث آخر: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلاف، إذا اؤتمن خان. في رواية: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وإن صلى وزعم أنه من المسلمين. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في رواية: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. معناها خلف الوعد خصلة من خصال النفاق. العلماء يقولون: كيف يكون منافقا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي قلبه يوافق قلبه لسانه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف يكون منافقا؟ فالعلماء قالوا: النفاق نوعان، فنفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد، نسأل الله السلامة، من قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن في قلبه يكذب، يقول: لا، أنا ما أؤمن لا بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا منافق نفاق اعتقاد، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء أشد من الكفار في عذابهم وتعذيبهم، يظهرون إيمانا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. الله عز وجل في سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في مطلعها: إلى مؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، متقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا قسم. قسم ثاني هم الكافرون، وقسم ثالث هم المنافقون. يقولون بألسنتهم شيئا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالنفاق نوعان، نفاق اعتقاد أن يظهر بلسانه أنه يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن يبطن خلاف ذلك. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الآن هناك نفاق ليس نفاق اعتقاد ولكن هو نفاق عمل، يعني يعمل الرجل أعمال أهل النفاق نسأل الله السلامة. من نفاق العمل إذا وعد أخلف، من نفاق العمل إذا حدث كذب، من نفاق العمل إذا أؤتمن خان، من نفاق العمل إذا خاصم فجر، من نفاق العمل إذا عاهد غدر. هذه أعمال المنافقين. الآن يخشى على من تشبث بأعمال المنافقين أن يصير حاله كحالهم وأن يصير اعتقاده كاعتقادهم. لذلك ليجتهد أحدنا أيها الإخوة أنه لا سمح الله إذا حدث فكذب مرة أن يستقيل، أن يعتذر، أن يسأل الله عز وجل المغفرة التوبة حتى لا يتكرر منه الكذب فيصير معروفا بالكذب. إذا وعد فأخلف أن يستقيل، أن يعتذر، أن يتوب، أن يتراجع حتى لا يصير ديدنه أنه يعد فيخلف، يعد ويخلف، يعد ويخلف، حتى يصير قلبه نسأل الله السلامة يعمل بجوارحه أعمال النفاق فيصير قلبه كقلوب المنافقين. هذه نقطة. النقطة الثانية، يقول العلماء كيف يكون الرجل منافقا إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف؟ يقولون أحيانا المؤمن يعد فيخلف، يخلف، أحيانا المؤمن يقول فيكذب، أحيانا المؤمن يخاصم فيعني ينزعج انزعاجا شديدا وربما فجر. كيف هذا يكون منافقا؟ قالوا في شرح هذا الحديث لا، المنافق هو من وعد وأخلف إصرارا وإرادة واستمر وتتابع في الخلف. أما المؤمن العادي ممكن أن يعد فيخلف زلة قدم، يعني ممكن أن أقول لك أنني سآتي إليك ولا آتي زلة قدم، أما مو أنا أقول لك أنا سآتي إليك وفي نيتي من تلك الساعة أنني لن آتي إليك. يعني في عنده دفعة بده يدفعها كل يوم خميس، هو متفق مع تاجر الجملة، تاجر الجملة متفق مع تاجر المفرق أخذ منه بضاعة أنه كل يوم خميس تأتي فتأخذ 10,000 ليرة سورية، فهو يأتيه في كل خميس ويدفع له، وعده أن يدفع له في كل خميس 10,000 ليرة سورية. لكنه في هذا في البيعة الجديدة قال له أنا سأشتري منك البضاعة وكالبضاعة القديمة كل خميس بعطيك 10,000، لكن منذ شراء البضاعة هو عازم ألا يعطيه، عازم ألا يؤدي ما عليه. يعني مو زلة قدم بأنه جاء خميس ما أعطاه لأنه ما وجد سيولة بين يديه، لا لا، هو وعد ومن لحظة الوعد فهو عازم ألا يفعل. فهذا إذا أصر على هذه الفعلة ولم يستقيل فهو منافق يعمل أعمال النفاق. أما أن تزل قدمه فيكذب، أن تزل قدمه، في إنسان يكذب زلة قدم، بس في إنسان قبل أن ينام يبيت الكذبات تبع الغد، يعني هو يقول أنه بكرة أنا سألتقي فلان ماذا سأكذب عليه، هو قبل أن ينام يرتب الكذبة ويقول لك لا هي الكذبة ما بتتصدق، لازم أكذب كذبة تتصدق، فبيحبك قبل ما ينام. هذا يعمل، هكذا يفعل المنافقون نسأل الله السلامة.
مزلة قدم. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان صادق الوعد، يفي بوعده وإن شق ذلك عليه. ويا أخوان، لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله. الكاذب يظن بأن أحدا لا يعرف بأنه يكذب، والعجيب أن كل من حوله يعرفون أنه كاذب. وأكثر من هذا، من أول عقوبات الكاذب أنه إذا صدق لا يصدق. من عقوبات الكاذب، الله يعاقب الكاذب، واحدة من عقوباته أنه حين يصدق لا يصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يبحث عن الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. يوم القيامة ينادى عليه، يقال: الصديق فلان الفلاني، فبيجي على رؤوس الأشهاد. هلأ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. شاهد هون: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، حتى يبحث عنه، يفتش عنه، يقلبه في دماغه، حتى يكتب عند الله كذابا. بكرة يوم القيامة بينادوا عليه: الكذاب فلان الفلاني، تفضل. على رؤوس الأشهاد، أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمام أمه، أمام أبيه، أمام شيخه، أمام إخوانه، أمام أساتذته، أمام تلامذته، سيبرز، كلهم ينظر: من هذا الكذاب؟ يبرز فلان من الناس. في فرق كبير بين إنسان يكذب زلة قدم، وبين من يتحرى الكذب ويفتش عنه. بين إنسان يخون وعده، وبين إنسان يبحث عن الخيانة. كيف يخون بوعده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شمائله كان صادق الوعد. يا أخوان، يا أيها الإخوة والأخوات، إن الإنسان يكتب سيرة حياته بيده، ولا يوجد شيء يخفى على الناس. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لأظهره الله. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ما في شيء يخفى. والقصص في هذا أيها الإخوة تترى وكثيرة. أن إنسانا يعمل عملا يظن أن أحدا لا يدري به، وإذا بالله عز وجل يطلع الخلائق عليه لما يصر الإنسان على هذا العمل. مرة جاء بسارق إلى سيدنا عمر، تجدونني أكرر هذه القصة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. فقال: كذبت، بل هي الأربعون. أي السرقة رقم 40. فالرجل قال: والله يا أمير المؤمنين هي 40. ما أدراك، شو عرفك أنه هي السرقة رقم 40؟ قال: لأن الله لا يفضح من المرة الأولى. الله ما بيفضح من أول مرة ولا من ثاني مرة، لكن إذا كان الرجل يتحرى الكذب، يتحرى الخيانة، يتحرى الغدر، يتحرى الوقيعة بين الناس، يتحرى السوء، يتحرى الفحش، عندها يفضحه الله تعالى، نسأل الله السلامة. عندها ينتقم الله تعالى منه، نسأل الله السلامة. كتب لي مرة رجل قال إنه يعمل في صيانة أجهزة الحاسب المحمول، هذا الذي يسمى اللابتوب. وقال: كانت تأتيني أجهزة حاسب محمول لرجال، وتأتيني أجهزة حاسب محمول لنساء، لسيدات، من أجل الإصلاح. قال: وأنا بينما كنت أصلح هذه الأجهزة كنت أستخرج منها الصور، وربما بعض السيدات، نسأل الله السلامة، وضعت صورا خاصة لها على جهازها الخاص،
وربما زوج وضع عن زوجته يعني صورا خاصة في أسرته. قال الأستاذ: هو يقول هيك مكتوب؟ قال: كنت أتتبع هذه الصور وأخرجها. يقول: وأظن كان بعض الناس يظنون أنهم إذا حذفوا هذه الصور هي تختفي. قال: لكن الخبراء يعلمون بأن هناك طريقة لاسترجاع المحذوفات. هو يقول أنا كنت أفعل هذه الفعلة وأجمع صورا متنوعات وأحتفظ بها. هلأ يا أيها الإخوة، الله عز وجل يسر الإنسان مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، ويرسل له من يعني يعظه، يرسل له واعظا من نفسه مرة ومرتين، بعدين يرسل له هكذا واعظا لطيفا من حيث لا يدري يعني ولا يؤذى هو، بس أنه انتبه، ما تظن بأن أمرك ليس معلوما، لا لا، الأمر معلوم ومكشوف عند الله عز وجل، بس الله يسترك رحمة بك، لعلك ترجع، لعلك تتوب، لعلك تستغفر. بس إذا ما فعل، الإنسان لا تاب ولا استقال ولا اعتذر. هو يقول لي بالرسالة، يقول: وقد لزمت هذا الأمر لسنوات. قال: أنا تزوجت وأنجبت زوجتي. قال: غير أني فوجئت يوما بزوجتي تقول لي إنها ترسل صورها لرجال غرباء وتتواصل معهم. هي الزوجة تقول لزوجها. قال: فلما غضبت منها وعليها وتفاجأت كيف تفعلين هذا، فاجأتني بالقول: إن الذي يلوغ في أعراض الناس يلغ الناس في أعراضه. أسأل الله السلام. يا أخوان شيء عجيب. يقول يا أستاذ: أنا نادم ندما شديدا، وقد حصل طلاق بيني وبين زوجتي، وأنا أكتب لك هذا الكلام لأجل أن تنصح الناس عندما يحملون أجهزة المحمول ليرسلونها إلى الصيانة والتصليح أن يكونوا على حذر مما وضعوه في أجهزتهم. والنصيحة يا أخوان، لا يضع أحدنا أشياء تخصه خاصة جدا، لا في جهاز هاتفه ولا في جهاز حاسبه ولا في، يعني يحذر الإنسان من هذه الأشياء. الشاهد من القصة أن الرجل تمادى في المعصية، ويقول أنا أتمنى الآن أن ينزل الله تعالى علي عقابه في الدنيا قبل أن يؤاخذني في الآخرة. هو نحن نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا جميعا، وأن لا يحاسبنا ويعاقبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن يا أخوان، يا أيها الإخوة، هذا الأمر مقرون بأن يرجع العبد عن ذنبه، أن يستقيل من خطئه، أن يعتذر إلى ربه، أن يقلع، أن يترك فعل المعصية ورفاق المعصية. أما أن يكون الرجل مقيما على المعصية ثم يقول استغفر الله استغفر الله، فما هذا بمستقيم وما هذا بحسن. ولعل رجلا يخطئ يظن أن أحدا لم يره، الله عز وجل قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ بلى، الله عز وجل يرى، والله عز وجل يسمع، والله عز وجل خبير، والله عز وجل عليم. إن الله كان عليكم رقيبا، الله مراقبك. لذلك إذا وعدت فكن صادقا، لعله تزل قدمك، اعتذر فورا، تراجع عن خطأك، واجه خطأك، قل لمن وعدته ولم تفي بوعدك معه: أنت ستدفع مبلغا من المال لفلان وعدته لم تستطع أن تفي، ارفع السماعة، اتصل، قل أنا وعدتك وأنا مخطئ وأنا ملتزم بما يترتب علي من هذا الخطأ، سامحني. اذهب إليه وقل أنا أعتذر. أما أن تتوارى عن الوجوه، أنه أخي طيب بدي أذهب، شو بدي أقول له؟ خلاص ما حبرد، جاء إلى بيتك وقرع الباب، قلوا له منو هون،
تكذب لماذا؟ واجه خطأك، قل أنا مخطئ. أنا هذه المواجهة للخطأ ستدفعك نحو أداء حقوق الناس، أما هروبك من الناس سيجعل سيرتك الذاتية مكتوب فيها إن فلانا خائن الوعد مخلف الوعد لا أحد يعامله. أيها الإخوة، التجار الكبار الذين يتاجرون بمئات الملايين من الليرات، كنت أظن أن الذي يريد أن يتاجر بمئات الملايين من الليرات هو حامل ومالك لمئات الملايين من الليرات، هيك كنت أظن، غير أني لما عاملت مجموعة من هؤلاء القوم قالوا لي لا، ليس صحيحا. قالوا لي التجارة 20% منها رأس مال، 20%، و80% سمعة وخبرة وعلاقات. ثمانين بالمئة سمعة، أنت سمعتك نقية، نظيف، صادق الكلمة، صادق الوعد، ملتزم بالعهد، الناس تعطيك تبيعك، ومرارا ما اشترى أناس سلعا بدون أن يدفعوا شيئا، خلاص على اسمه، أنت فلان، على الهاتف صاحب المحل يقول لعامله، العامل يتصل بصاحب المحل يقول جاء فلان ليأخذ بضاعة بمليون، أعطني على الهاتف، يكلمه يقول أنت تريد البضاعة لك؟ يقول نعم، يقول لي أعطيه البضاعة، السداد بعد شهر، على عيني خذ البضاعة، بس هو فعلا بعد شهر يأتيه بالمبلغ. كلمة، صدق بالوعد. يا شباب، يا رجال، يا أخوات، الإنسان يكتب سيرته الذاتية بأفعاله. بالمقابل إذا إنسان كاذب، خائن، مخلف للوعد، لو جاء ليشتري من إنسان ويدفع له مالا يتوجس منه خيفة، يقول انتبه انتبه، عد المبالغ صحيح، هذا فلان كذاب، نسأل الله السلامة، هذا فلان خائن للوعد، مخلف للوعد. لذلك احفظوا أعمالكم، احفظوا أعمالكم إخلاصا لله تعالى، وهذا الإخلاص وهذا الحفظ للأعمال سينعكس عليكم في معاملاتكم المادية ومعاملاتكم المعنوية. في العلاقة الأسرية، أحيانا أب يعد أولاده وعودا متكررات ولا يفي، الأولاد بعد حين إذا وعدهم يضحكون، يضحك الأولاد مع بعضهم، هو يقول أنا أعدكم خلاص بدي أفعل كذا، يضحك الأولاد، ليش تضحكون؟ يقولون نعرف مواعيدك. يا حرام، أسقط قيمته وهيبته من أولاده أمام زوجته، أمام أصحابه، أمام السوق التجاري، والسبب أن قيمته سقطت عند الله عز وجل. يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إذا كتب عند الله كذابا خلاص الخلق كلهم سيعلمون بأن فلانا كذاب، نسأل الله السلامة. إذا كتب عند الله عز وجل مخلفا للوعد خلاص الناس كلهم سيعلمون، ما أحد يصدق ما يقوله فلان في مواعيده، لأنه رجل يخلف المواعيد. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، قبل البعثة صادق أمين، قبل البعثة ملتزم بالوعد. لكن يا أخوان، الرفعة عند الله لا تأتي لإنسان ليست له قيمة، النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه عالية والنبوة جاءته فازداد كمالا ورفعة صلى الله عليه وسلم، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكان فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو صلى الله عليه وسلم في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ 3 أنتظرك. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم، وأن يجردنا من النفاق وأعماله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.